اتعرض عليك انك تكون وزير؟ انا ليا مطلبين وقلت عليهم قبل كده. واحد يبقى ان انا ضامن ان انا ورقه في جيب ان انا قاعد سنه في الحكومه عشان الناس بنقول عليه. اتنين في ختم يبقى في ايدك قرار من دماغك، وحضرتك حاسبني باليوم بالساعه بالاجره بالاسبوع بالبيعه زي ما انت عاوز. اللي يكسر اشاره المرور يدفع 10 جنيه، انا اكسر اشاره المرور اديني اعدام. ما قبل ذلك وما بعد ذلك لا. لا طبعا عشان تكون صاحب قرار. الحاجات اللي حضرتك طرحتها النهارده دي حضرتك اتكلمت مع حازم البجلاوي، بعتها له يوم 2/16/8/2013 ابراهيم محمد، بعتنا له جزء جزء منه وليس كله، جزء علشان التطورات اللي حصلت ايه اللي يقدر يحدثه خلال الفتره القادمه. تمام، نيجي بقى لبقيه النقط. انا عمال اسال كده بالتدريج، كان في حد كان بيسال عن مكروه. تمام، بص يا باشا، مصر بتقول لك حضرتك الدولة الثالثة في الثروة المحجرية من ضمن الثروة اللي عندنا. تمام. الملح، الملح في مصر عندنا احنا عندنا ما يوازي حوالي كده نقول 3 تريليون قدم ملح موجودين. ده غير بتاع لوحات. ومصر بتستورد ملح من بره. ليه؟ لان الابيار بتاعت الملح للاسف الشديد هناك نزاع منذ 12 سنة بين 3 وزارات، وزارة الصناعة، وزارة البترول، وزارة الزراعة على الملكية الأراضي. فأبيار الملح زي ما هي وبنطلع نستورد من بره. ملح الطعام، ملح دباغة الجلود، الملح اللي بيجي في الأسمدة للأرض، هو ده كله بنستورده من بره. يعني إيه نزاعات؟ يعني إيه نزاعات بس ما بين 3 حكومات؟ هي الثلاث وزارات دي 3 دول يعني؟ يا في ده من الغباء الإداري، من الغباء الإداري. مين اللي يخش يفصل في هذه النزاعات؟ رئيس الوزراء، اقعد يا بت هو ده على جنب، البتاعة دي تبقى كذا خمسة في الناس. بس احنا هنا الثلاثة انا وحضرتك والباشا من صوراتي متخانقين، يجي رئيس القناة في ايه؟ يشخط فينا، كل واحد يرجع مكانه. بس بمنتهى البساطة بقول لك عندنا يا بيه تقدر تطلع سنويا 2 مليار دولار اصدر بيهم قمح بره. اقدر استغني عن الملح اللي بيجي للارض اللي انا برويه بيها، اقدر استغني عن ملح دباغة الجلود الموجود، اقدر استغني عن ملح الطعام اللي موجود. ثلاث وزارات متخانقين، ثلاثة موظفين متخانقين. ده فاكر انت فيلم شادية مرات مدير عام؟ قال لها الراجل ده مش عارف كان هنا، راح الضمان اصل بتاع. قالت له يعني الراجل الست دي بقى لها 6 أشهر ما قبضتش، راح الضمان، جه من الضمان راح هنا، يعني الراجل ده ليه معاش ولا مالوش ليه؟ بس مين يطلع له المعاش ده؟ فريد شوقي تاني